حبيبة محمد سيدة مصرية قضية يا محامي يا محامي يا محامي انا لا عليك وعلي مسؤوليه يا محامي يا محامي يا محامي انا لا عليك وعلي مسؤوليه يا محامي يا محامي يا محامي وتغير عليك وعلي مسؤوليه يا محامي يا محامي يا محامي والنضال عليك وعلي مسؤوليه الشباب بالمغرب أننا دقينا ناقوس الخطر وقلنا أن العدالة في المغرب أو منظومة العدالة ككل فيها إشكال وينبغي التدخل لحل ديال هذا الإشكال وناقوس الخطر كان من خلال كمامات وضعنا فيهم ميزان مختل خلال تقريبا واحد 6 شهور الآن الماضية 6 شهور الماضية وضعنا كمامات فيها ميزان مختل لتنبينوا فيه واحد رسالة أن العدالة راه فيها خلل ولكن الرسائل ديالنا ما تلقاوهاش المسؤولين الى ان خرج هذا التسجيل الصوتي الذي جسد بشكل واضح ما كنا نقوله في مختلف الوقفات وفي مختلف الشعارات التي كنا نرسلها الى الجهات المعنيه. انا اعتبر انه لعله خير ما وقع الان لعله خير يتعين على المسؤولين القضائيين في هذه البلاد يتحملوا المسؤوليه ديالهم. عندنا قضاة سواء في القضاء الجالس او القضاء الواقف شرفاء نزهاء متكونين الاخلاق ديالهم رفيعه. هاد الناس لا خصنا نعطيهم الفرصه ديالهم وما نخليوش تلك الشريحه القليله الضيقه من المفسدين هي تستحوذ على الساعه وتغيب شرفاء القضاء وشرفاء مهنه المحاماه عن المنظور العام للعدالة. هذا هو المطلب ديالنا بالأساس وهذه هي دلالة على أن هذا الشيء مستشرف المجتمع مستشرف جسم ديال القضاء مستشرف بزاف ديال الإدارات وكذا الشيء كيعرفوا العادي والبادي الآن ربما أنه تعرى هذا الشيء شوية فقط تعرى شوية راه اللي كاين وما خفي كان أعظم أكيد وحتى المسؤولين تعرفوا هذا الشيء إذا كتذكروا بأن وزير العدل اخر التصريح ديالو او ما قبل الاخير قال لك انا كنعرف بلا ما تقولوا لي كنعرف اش كاين في المحكمه ايوا سيد الوزير كاينه رشواجر اجي عاوننا نحاربوها. انت قلتي 30 عام وانت محامي وكتعرف اش كاين وما محتاج شي واحد يقول لك. الان نحن امام وضع مزري وصلنا للقاع الان تنشوفوا وكنسمعوا التعليمات بالتليفون تدخلات في التليفون حنا كنعرفوا هادشي وقلت لك بان المحاكمات السياسيه في المغرب كلها استعمل فيها التعليمات وهادشي كنا كنعرفوه وغوتوا عليه الاحزاب والقاده الاحزاب اللي كانوا كبار الله يرحمهم لانه كفى من هادشي ولكن مع الاسف هادشي كيزيد مساله ربما غادي نربطها بالتربيه لان التربيه كتدخل التربيه المدرسه اللي خدات يعني خدات واحد الدقه خطيره وبالتالي تراجع دور المدرسه تراجع دور الاسره تراجع دور الاعلام تراجع دور كل شيء. اذا كيجي عندك القاضي او لا المحامي او لا كيجي من واحد الوسط ديال هذا الشيء متعفن. اذا شنو كيخصنا ندير شنو كيخصنا ندير كيخصنا نجلسوا مع نفوسنا ونقلبوا على الخلل فينا هو ونعالجوه لان هذا راه وجه المغرب هذا راه وجه البلاد وجه الوطن اللي كلنا كنقولوا كنبغيوه كنبغيو الوطن خصنا نبنيوه ما خصناش نهدموه. هذا الشيء راه كتعرفوا بان القضاء والعدالة بصفة عامة هي أساس كل تنمية هي أساس ديمقراطية اللي بغينا نبنيه. الناس ملي كيعرفوا بأن عندنا قضاء متسخ كيمشيو فحالهم. إذا حنا خصنا نبداو نقيو من الداخل وراه وزير العدل عارف كل شيء إلا بغى يصلح عارف كل شيء وقالها خصنا نصلحوا هذا الشيء وخصنا ما نساوش بأن عندنا قضاة شرفاء بالفعل عندنا قضاة شرفاء وكنحييهم أنايا كاينين ناس اللي ماتوا ما عندهمش سكن كاينين قضاة ولكن
الى جانب ذلك كاين الفساد. هذه كوقفه يعني كوقفه يعني اولى شو وانا كل حال الشعارات الشعارات المرفوعه راه كتدل على الوقفه شنو هي. وحنا كنتسناو ما سيسفر عنه لقاء ديال جمعيه هيئات المحامين على اساس انه نمشيو على خطاها باش نوحدوا المواقف ديالنا. ما نديروش ردود فعل ذاتيه من هادشي خصنا بالحكمه كلشي كيتحل بالحكمه. كاينه شي لجنه ديال التتبع بحال مثل هذا؟ ايوا دابا المجالس ديال النقابات غتكون هذا، ولكن كاين حتى المحامون الشباب، كاين اللجان اللي كتشتغل على هادشي. واش حنا غنحلوا المشكل بهذا الشيء؟ هذا هو السؤال. الان هذه وقفه ديال الانفجار ديال الاحتجاج، ولكن خصنا ما بعدها